بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي طلب من اتحاد الكرة إقامة 4 معسكرات تحضيرية للمنتخب استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس المقرر لها الصيف المقبل. والرياض شيتوس المدرب العام بمنتخب مصر الأولمبي نشر رسالة امتنان للاعبي المنتخب الأول وزملائهم في الجهاز الفني، ده بعد المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بالمغرب. وكتب وائل رياض على صفحته وقال إن البطولة ليست لقب فقط، البطولة رجولة وروح وأداء قتالي، والحمد لله كنا على قدر من المسؤولية ولم يبخل أي فرد من الفريق المصري لاعبين وجهاز من التفاني والأداء بمنتهى القوة لرفعة اسم مصر. الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف اختار رباعي منتخب مصر الاولمبي حمزة علاء وحسام عبد المجيد وابراهيم عادل واسامة فيصل في تشكيل الافضل لبطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عام. فريق المصري البورسعيدي فاز على فاركو 3-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز. حصل محمد عبد اللطيف جريندو لاعب المصري على جائزة رجل مباراة فريقه ضد فاركو في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز. رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت امبارح التصميم الجديد لدرع الدوري المصري خلال المؤتمر الصحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة. الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أعلن تعيين البرتغالي باولو بينيتو مديرا فنيا جديدا لمنتخب الامارات، وخلال الفترة المقبلة تعاقد الاتحاد الاماراتي بشكل رسمي مع باولو لمدة 3 سنوات قادمة. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمصطفى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دين.